ينضم إلينا من دبي الخبير في قنينة المعلومات أيمن عيتاني. أهلا بك أستاذ أيمن عبر سكاي نيوز عربية. فعلا هذا السجال الكبير أجل اليوم واتساب حتى يعني الأسبوع الأول من مايو المقبل. ماذا خسر واتساب في هذه الحملة؟ وما متى يعرف بانتهاك الخصوصية؟ ومن المستفيد من التطبيقات الأخرى؟ هلا روبرت، بهذا التأجيل يلي صار من قبل مؤسسة واتساب، هذا يلي لعب دور فيه يعني ناس مثل حضرتك وزملائك بالإعلام يلي حكوا كتير بهالموضوع وعملوا توعية لشو يعني واتساب تغيير الخصوصية، وهيدي اللي عملت التداول مع الناس والإعلام الاجتماعي وبرجع كمان على التلفزيون مرة تانية وثالثة وكبرت لحتى هلا بتأجيل واتساب لشهر خمسة يلي بيصير هو إنه واتساب عم تاخذ هذا الوقت لحتى توضح أكثر، يعني هي حتلعب دور هلا توضيح أكثر شو قصدها بهذا الموضوع. وهي كمان الضغط يلي صار هني عطوا لشهر لأول شهر اثنين، الناس نقزت إنه طب ما أنا كل أصحابي عليه وصوري عليه وكل الرسائل عليه إنه ثلاث أربع أسابيع إذا ما وافقت بيختفي كل شيء، هذا عمل ضغط كبير كمان على الناس وعلى واتساب. وهذا كله بلش لأنه أبل غيرت كمان بالمتجر تبع أبل، عطت تفاصيل أكثر عن كل المؤسسات مش بس واتساب شو عم يستعملوا من معلوماتنا الشخصية، فهذا كله زاد ضغط لحتى يتأجل هالموضوع لمايو. هذه العبارة اليوم، هذا الضغط الذي نعيشه عبر هذه التطبيقات، هذا التواصل غير المسبوق يعني في العلاقات الإنسانية، علاقات العمل، الحياة الخاصة، مرتبطة اليوم بشكل كبير بتطبيق واتساب. ماذا يعني اليوم بأن يخسر واتساب يعني هذا الرهج ربما أو هذه الأولوية وهذا التصدر على كل الهواتف الخلوية؟ كيف يمكن الذهاب اليوم إلى تطبيقات مختلفة؟ ماذا تنصح أيضا بحماية الخصوصية؟ أنت خبير في التقنية، في التقنيات اليوم، في تحديث هذه التطبيقات، كيف ممكن إرشاد المشاهدين أو إرشادنا اليوم لحماية هذه الخصوصية؟ هلا يلي خسرته واتساب مش عدد من المستخدمين، المستخدم يترك واتساب بشكل كامل صعب كتير عليه، يلي خسرته واتساب هو صارت الناس بتفكر بتطبيقات تانية مثل تليجرام وسيجنال وغيرها، قبل هلا بيعرفوا موجودة بس ما بيهمون أنا ماشي حالي على واتساب، بس بهذا الموضوع اللي صار والحكي اللي صار لا في ناس فكرت بتطبيقات تانية لتكون يعني استعملها موازي لواتساب، يعني مثلا أعلنت مؤسسة تليجرام بظرف فقط 72 ساعة فوق ال 25 مليون شخص انضم لهالخدمة، هال 25 مليون شخص مرتاحين كانوا بواتساب قبل هلا، ورح يضلوا عليه لأنه أصحابهم والشغل والأقرباء كله عليه، بس عم بيفكروا يستعملوا واحد تاني بهالوقت. اليوم ماذا يعني تعني هذه التحديثات أيمن؟ إذا أردت تبسيطها اليوم بأن يتم إرسال الإعلانات ويعني ربما استخدام هذه المعلومات أو الاستخدام أيضا على لوائح اليوم أو الفون بوك وكل الأسماء الذين اليوم تتواصل معهم على واتساب فقط من أجل الإعلانات والدعاية، ماذا يعني ذلك؟ هلا بطريقة مبسطة إذا بنحكي شو المعلومات يلي واتساب عندها إياها، نحن كل أرقام يلي نحن محافظينها بالتليفون، يعني حسب أنا وياك محافظين أرقام بعض، واتساب معه بيعرفوا أنا إنه رقم روبير معي بالخط، ثاني شيء بيعرف واتساب إنه أيمن وروبير بيتواصلوا بيعرف انه بيتواصلوا بعد نص ليل او لا بيتواصلوا بالنهار بالدوام، بيعرف روبير عم بيرد على ايمن اما لا، طب روبير مين مع مين بيحكي ومين عنده ارقام، فهيدي كل هالمعلومات المتداوله موجوده مع واتساب وما في حل اذا ما نستعنوا نحن، ما في حل هالمعلومات ما تكون معهم. هل يمكن الحصول مثلا على معلومات خاصه ربما ايضا من هذا التطبيق لجهه الاعلانات أو لجهة ربما فهم اهتمامات أي من المستخدمين لاحقا لاستخدامها لترويج مواد مشابهة أو أيضا ربما لجذبه من قبل ربما برودكتس أو منتجات سيتم الترويج لها عبر تطبيق واتساب؟ أكيد، خلينا نوضح هون إنه الرسائل يلي عم نتداولها مشفرة ما حدا بيشوفها لا واتساب ولا فيسبوك ولا غيرها، يعني يلي عم نحكي فيه أنا وياك روبرت عم نتواصل فيه ببعث لك صورة ببعث لك وين أنا المكان اللي أنا فيه ما حدا بيعرف فيه هذا الموضوع بس بيعرفوا نحن عم نتواصل. هلا من شان الدعايات شو بيصير؟ نحن قد ما في عدد هائل من الناس عم يستعمل واتساب في كتير مؤسسات تجارية عم تستعمل واتساب لتتواصل مع ناس، يعني إحنا كلنا عم نحكي مع مؤسسات على واتساب، فهيدي المؤسسات عم بيكون عندها خاصيات جديدة ب 2021 يلي تسارعت بعد كوفيد يلي فيها الناس فيها المؤسسات هيدي انها تبيع منتجات عن طريق واتساب،
فهيدي طريقه التداول مع هذه المؤسسات تتطلب شروط استخدام جديده يلي واتساب تفضلت فيها هلا يلي عملت هيدي هذا الضغط والمشكله اللي هو فيه. بس مؤسسات التجاريه حتقدر مع الوقت انه تعرف مين عم يتواصل معها، حيكون في معلومات اكثر عم تتشارك معها بالطريقه التجاريه يلي هي موجوده فيها، يلي هي طبيعيه كثير. احنا كلنا عم نشتري على الانترنت اليوم عن طريق انستغرام وفيسبوك وواتساب وغيرها. طيب كيف ممكن يستفيد اليوم تيليجرام او اي منصه او سيجنال اليوم او من يملك هذه التطبيقات من ربما خطأ التسويق او طرح واتساب يعني هذه التعديلات ومن ثم تطبيقها في مايو؟ خلينا نحكي فيها بطريقه مبسطه شوي اكثر. اذا انا بشرب منتج اليوم معود عليه صار لي 10 سنين بشربه، بكون قاعد معي تلي روبال شرب هالمنتج كمان طيب كان، بقول لك لا خلص معود على هيدا. بهالطريقه هون جبرت جربه، جربته بتعرف شو روبال طيب هذا المنتج، بضل عليه او برجع بحاول فيه مره ثانيه. هيدي اصعب صعوبه لحيال حدا بالتجاره انه يكون ياخذ شخص معود على منتج ينقل على منتج ثاني. فبهيدي البلبله اللي صارت والمشكله اللي صارت اليوم استفادوا كثير تيليجرام وسيجنال وغيرها من صار في تجريب تلقائي لمنتجاتها والناس يمكن تحبها وتجربها وتضل عليها اكثر، فهيدا نوع من حلم لهم. أشكرك جزيل الشكر الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني على هذا الشرع، على هذا التبسيط وكل المعلومات المتصلة بهذه الأزمة التي يثيرها واتساب.